دكتور محمد المعداوي، استاذ جراحه الاوعيه الدمويه، كليه الطب، جامعه القاهره. انا حابب اتكلم على جلطات الاورده العميقه، ودي الحقيقه من الاشياء الشائعه وليها مردود مؤثر على حياه المريض اللي بيصاب بيها، وهي من المشاكل اللي قد تؤدي إلى جلطة تحدث في الشريان الرئوي وقد تؤدي والعياذ بالله إلى الوفاة. الجلطة الوردية بتبقى إما إنها تبقى جلطة مبررة أو جلطة غير مبررة، والجلطة المبررة هي اللي صاحبها يعني تعرض لحادث أو إصابة في الساقين، أو كانت إصابة عامة في الجسم كله نتج عنها إن هو دخل المستشفى ولازم الفراش لفترة طويلة، أو يكون أي مريض آخر تعرض لعملية جراحية كبيرة واستلزمت فترة بنج كبيرة أو فترة مكوث في الفراش لفترة طويلة. دول بنعتبرهم اللي هم الجلطات اللي هي الجلطات المبررة. الجلطات المبررة بتحتاج لعلاج يعني في حدود 3 شهور. العلاج ده بيتكون من علاج دوائي هو مانع للتجلط مع النصح بالارتداء شراب والمحافظة على تناول شرب الماء. الجلطات الغير مبررة هي اللي نتجت عن لا شيء، يعني المريض لم يتعرض للحاجات اللي احنا قلنا عليها في الجلطات المبررة، يعني ما تعرضش لإصابة، ما تعرضش لعملية جراحية كبيرة، أو إن هو لقت في السرير لفترة طويلة، ودي بيخلينا دايما نفكر إنه ممكن يكون هو عنده قابلية لحدوث جلطات اللي هم في بعض الناس، ودي بتبقى هم مولودين كده، أو إن هي بيكون اكتسب ده في خلال حياته بعد ما اتولد. النصيحة اللي بنحب نقولها للناس اللي هم علشان نتلافى حدوث الجلطات أثناء الصيام، أو الناس اللي تعرضوا لجلطة وعلشان الجلطة دي ما تتكررش عليهم في الصيام بيعرض الجسم بالذات في الفترات اللي هي بيبقى فيها رمضان في الصيف، إنه بيبقى فيه فقدان في السوائل ومن الجسم في صورة عرق، ومفيش تعويض لهذه السوائل المفقودة. فالنصيحة اللي بنحب نقدمها للناس إن هو اللي بنحب نقدمها للناس إن هو يعني يهتم بتناول السوائل في فترة ما بين الفطار والسحور أكتر منها من تناول الغذاء، ويهتم بالأغذية بالذات على الوجبة بتاعت السحور اللي هي نواتج هضمها بتؤدي إلى إمداد الجسم بمية، زي اللي فيها ألياف زي البطيخ زي الكنتالوب وزي الخضروات عموما، وإن هو أثناء فترة الصيام ما يتعرضش للشمس فترة طويلة، وإنه لو هو من الناس اللي بتمارس الرياضة تكون الرياضة بتاعته يا إما بعد الفطار يا إما قبل الفطار في خلال ساعة أو ساعتين قبل الفطار، بحيث إن هو يخلص التمرين بتاعه ويبقى خلاص وقت المدفع. ونتمنى لكم صحة طيبة إن شاء الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.